أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. إسبانيا تشتكي من المغرب بعد إقصاء موانئها من عملية مرحبا. بدأت إسبانيا في عد الخسائر المالية الهامة التي ستتكبدها جراء إقصائها من عملية مرحبا هذه السنة، حيث كشفت الأمنية العامة لحزب فوكس بمجلس النواب الإسباني ماكارينا أولونا أن ميناء موتريل جنوب إسبانيا سيخسر لوحده 20 مليون يورو جراء هذا القرار. وقالت السياسية الإسبانية في تغريدة على حسابها بتويتر: موتريل لوحدها ستخسر 20 مليون يورو بسبب إلغاء عملية العبور والنشاط الاقتصادي المصاحب له، مضيفة: القرار سيؤثر أيضا على موانئ الجزيرة الخضراء مالاغا والماريا والكاتينا وسبتا ومليليا.